كاميرات لاندكس تي في الجزائرية متواجدة الآن أمام هذا الحشد الكبير من الطلبة والتلاميذ الذين قرروا اليوم الوقوف في وقفة احتجاجية غضبا وسخطا منهم لما حل بالطفلين هارون وابراهيم مساء أمس، حيث وجد مقتولين بالمدينة الجديدة علي منجلي. أهلا بكم، ماذا تقول؟ احنا درنا مظاهرة من متقن الزاوج سابقا المسمى حاليا تلاني محمد العربي، جمعنا الأقسام كلها، درنا مظاهرة، خرجنا للشرطة مظاهرة على الأطفال هادو اللي داوهم هارون ورشيد هارون وإبراهيم. عدنا درك حنا كبار، أنا في عمري 18 سنة، نخاف على روحي باه نطلع نقرا من الزوج، نخرج الصباح على 6 تاع الصباح، نخاف على روحي باه نطلع نقرا. ولاد صغار يخرجوا يقراوا يخافوا على رواحيهم. طفل في عمره 5 سنين يقول لهم ما نروحش نقرا يذبحوني، هذا الطفل في عمره 5 سنين يخاف على روحه يذبحوه، يعرف يذبحوه. رسالتك عبر قناة لاندكس تي في الجزائرية، والرسالة اللي تبعتها؟ أنا رسالتي للجميع، لجميع ولايات الوطن، ناشدوا به نحاربوا الآفة هذه اللي ظهرت في المجتمع، الآفة هذه اللي ظهرت في المجتمع عندنا، نحاربوها بكل الوسائل الممكنة، يتساعد الجميع، يتعاون الجميع، جميع سكان الجزائر، محاربة هذه الآفة الخطيرة اللي تقتلنا أولادنا صغار كبار جميع فئات. تعبيري هذه نظن باللي منظمه دوليه تحوس تخلق مشاكل في بلادنا. نتمنى احنا الشعب والدوله نتحدوا ونعدوا بلادنا وتولي بلادنا مليحه والولاد يقراوا وما يخافوش ويكون الامان ديما في بلادنا. نكلونا قلوبنا نحوسوا نديروا هذا المجتمع الكل باه نهضروا على الاولاد هادو ويشوفوا لنا يشوفوا لنا حل الامن البلاد، شفنا حل الامن هذا وهذا هي واش الرساله. خصي هذا المشكل تاعنا بكل وهذا مخاوسنا وصغار، سما درك احنا المشكل نحوسوا حاجه هذا، الدوله دير لنا حل، دير لنا الامن نورمال. درك هذا مادام تخطف قدام باب الدار وغدوه لقاه ميت، درك اليوم في هذا، غدوه في خويا، غدوه في خوك، بصح درك احنا نطلبوا حاجه هذا من الامر، هما صرحوا به لهاد الناس حكموهم، خي قاعدين يقولوا حكمناهم، يقول لهم يعطيونا حاجه يبردوا لنا قلوبنا، يقول لنا علاه دار الشيء هذا اللي دار الشيء هذا، يقدموه نورمال يديروه يعقبوه، هضر مع الصحافه علاه دار الشيء هذا برك، واش هو المفيد من الحاجه هذه؟ واحد يقول لك زادوا خطفوا طفله، واحد هكا على بالك الشعب درك الشعب بكل موسوس قتلونا بالخلايا يا اختي، يقولوا لنا برك على واه هذا درك حنا نطلبوا حاجه من الدوله، خي قاعد تقول حكمتو بريزونتي عقبوه لنا شوفوه لا اعدام لا والو، شوفوه زي ما قاعد برك علاه دار حاجه كيما هكا برك، هذا اسمها هذه رساله نطلبوها اسمها الحكومه تاعنا. احنا طالبتنا من الاخر نحوسوا على الامن، يوفروا لنا الامن حنايا، الامن كما احنا نسكنوا في بالشرقي، شرطي واحد ما كانش، شرطي واحد ما يتسعى، ما كانش من الامن مش متوفر حاليا، خلاص ما كانش خلاص. نطلبوا المطلب الاغلى الوحيد تاعنا النفس بالنفس، النفس بالنفس، القصاص، الدولة ترجع لنا القصاص، والطفل الصغير الدم تاعو، البراءة ويني؟ ويني البراءة؟ البراءة ما كانش في بلادنا خلاص، النفس بالنفس، نضربوا يرجعوا لنا القصاص. الإعدام 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 لا إله إلا الله والشهيد رسول الله، لا إله إلا الله والشهيد حبيب 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 الله. بما أن العدالة اسم قبضت على المتهمين وبدات تخضع في اجراءها، انتم واش الرساله اللي تبعتوها للعداله الجزائريه؟ نطلبوا من العداله تاعنا تحط الحد، نريد تحطينا الحد اعدام في القران، احنا نطلبوها تعدمهم لانهم قتلوا البراءه، ناس ما ولاد صغار ما عندهم حتى علاقه لا بالسياسه لا بالدوله، ما عندهم والو، مساكن يضحكوا برك، جاو لدنيتهم هذه يضحكوا البراءه خلاص، البراءه خلاص ما بقاش. الاطفال تعرفوهم، تعرفوهم من قبل، نعرفوهم يسكنوا قدامنا ولاد الحي، ما عرفناش رانا عرفناهم دركا، مغادونا وقاسونا في قلوبنا، ما حاجه لازم نعرفها، اي صارت لياسر، صارت لشيما، صارت لسندس،
صارت زادت نهارون نفس الموت نفسها تعاود موسس اللي يتعاود في كل يوم يتعاود في الاخت امهات راهي عاد عندهم رهبه عادوا يرقدوا ولادهم قدامهم ويخافوا ينامهم يغزلقهم ينوضوا كيقول وين راح ولدي الام عاد تقولك ولد راك قدامها وما تامنش باللي قدامها واش بقى اختي واش بقى بقات عداله ما كانش نطلبوا من العداله تلا توفرنا الامن كاين امهات تدير كاين امهات تقعد قدام الباب تاع المدرسه بيخرج ولدها من اللي يخشي قاه ثاني يخرج ما ديرش الغداء على جالو تقعد تستنى فيه حصور ردوا البراءه للطفل حصور عادي يخاف يخرج لبرا الحومه تاعو يلعب عادي يخاف يلعب حصور ردوا البراءه للطفل غاضني انا الله غاض ابراهيم وهارون غاضوني خاوتي صغار حسون الاعدام الاعدام لا غاز اطفال صغار براء غاضوني لا غاض ولا عد البرك القصاص اللي هادو السفاحه خصني نطلبوا الاعدام ان شاء الله نطلبوا الاعدام اللي فعلوا الفعل هذا ان شاء الله ربي يكون الخير راك هنا نطلبوا بالام برك يحقوا لنا الام برك في كل بلاصه وهذه هي ويطبقوا القانون على كل واحد طبق عليه لازم القانون وخلاص ما نقولوا لا اعدام ان شاء الله ويرحمهم ربي ان شاء الله هارون وابراهيم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ويرحمهم ان شاء الله هذوم صغار ان شاء الله امين 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 ان شاء الله يا ربي يرحمهم ان شاء الله نريدو خصيهم كانوا جيراني انا ونطلبوا من ربي سبحانه ونطلبوا من ربي سبحانه ان شاء الله الناس هذو اللي داروا الشهاده ان شاء الله ربي يسلكوا يسلكوا الدنيا وفي الاخره ان شاء الله انا اختي كانوا كي خاوتي لا غالب بصح سرقوهم داو من خلال امن مكان تصلنا بالشيء اللي قاعد يصرى في بلادنا دراسه ما كانش دراسه خلاص درنا دقيقه صمت في ثانوية التليلاني محمد العربي دقيقة سمت على ترحم الطفلين البراءة هذه اللي تمشي فوق الأرض ما كاش دراسة خلاص نطلبوا من سيد الرئيس الجمهورية يوفرنا الأمن يوفرنا العدالة يوفرنا العدالة المستقرة إن شاء الله يا ربي نقولوا للسلطات تاعنا هذه تقدم لنا هذو القتالة أخويا حنا نتصرفوا فيهم كما يحبوا نديروا حنا نقطعوهم بالطرف أخويا كما قطعوهم ينعتوهم لنا يقول لك باللي محكموهم هما ما كانش ما نعتوهمش حبينا اخويا نشوفوهم باش نمنوا صاحب اللي حكموه كاينه يكتبوا فيها في التلفزيون من تحت حكموا 3-4 بصح حنا ما شفناهمش ماذا بينا اخويا يقدموه من الجمهور باش يشوفوا واش نقوم اخويا في الصطاد قدام الناس نطلب من السيد نطلب من السيد الرئيس حنا نطلب من السيد الرئيس خروج من صمته وتعجيب دورة طائرة وتشيع قوانين مشددة في الاختطاف هذه مش سبعة مش ثالثة مش الأولى مش راه شحال خطأ سندس وراه ياسر وراه نطلب من التشريع شرع قوانين اقتطاف عقوبه وينحينا هذه عقوبه ماذا تقسيم ما قص المدى عقوبه تقص المدى اللي تحشين ينحيها لنا هذه لازم يشد في العقوبات خذ الوعد ماش مليح الجزائر الى غاب الامن استقرار اللي راه تكون امور غير كما نقولوا غير طمن الشعب شوف القتل هذه بشعه الجريمه بشعه هذه اطفال صغير قال تعالى ولكم القصاص حياتي يا اولي الالباب لازم القصاص شرع الاعدام ما تنحليش الاعدام ما تدليش غير السياده الدوله من الاعدام